امرأة سيدة فاضلة أرسلت لي سؤالها عدة مرات، فلا أريد أن أختم قبل أن أجيب عنها بإذن الله تعالى. تقول: لقد اختصر لي زوجي هذه الأسئلة لما رأيت من طولها. الخلاصة: هل شهادات بنك أبو ظبي حرام ولا حلال؟ لو حرام علي، هل تأثم أمي بعد وفاتها على حسابها أم لا؟ ولو حرام علي، هل آثم إن أطعت أبي وإخوتي في الانتظار تجنبا للمشاكل معهم؟ ولو حلال، كيف نخرج الزكاة خلال سنتين؟ الجواب عن هذا نقطة مبدئية، ما يتعلق بمصارف الشرق أرجو أن تسأل فيها مشايخ الشرق. لهذه المصارف هيئات رقابة شرعية موثوقة أرجو أن ترجع إليه. لكن ما دمت قد رفعت السؤال إلي يا رعاك الله، موقفي المبدئي المستمر أقول: أيما مصرف أعلن عن هويته الإسلامية واتخذ له هيئة رقابة شرعية فالأصل أن معاملاتي على الحل وأن أرباحه على الحل، إلا إذا بلغت عن معاملة بعينها من الثقات العدول من أهل العلم أن هذه محرمة أو موضع شبهة، فاجتنب هذه بعينها ويبقى ما عداها على أصل الحل، حتى لا نضيق على الناس معيشهم ولا أرزاقهم، نعم، ولا حياتهم. الرقم، المسألة الثانية: مبلغ علمنا أن بنك أبو ظبي تحديدا، وقد سألنا في هذا، من أكثر البنوك شرعية في الشرق. هذه شهادة نقلت إلينا من الخبراء من يعملون داخل هيئات الرقابة الشرعية في هذه المصارف. فإن صحت هذه المقدمة فمعاملاته مشروعة، أرباح الناتج عنها أرباح مشروعة، لا يلزم التخلص منها لا بالنسبة لك ولا بالنسبة لبقية أفراد الأسرة. الودائع الزكوات على أصلها وعلى أرباحها. ليس صحيحا أن الزكوات تكون على الريع في الودائع المصرفية. الودائع المصرفية الزكاة على الأصل والربح جميعا، لأنها زكاة عروض تجارة. البنك بيتجر لك في أموالك دي، فأنت بتزكي زكاة التجار، والتاجر يزكي رأس ماله أصلا وريعا. والمعادلة البسيطة: لو واحد تاجر بره في الشارع، يعني إذا حل الزكاة مالك، انظر ما عندك من نقد كاش، وما كان من عرض فقومه قيمة النقد، وما كان من دين في ملاءة فاحسب الدين اللي ليك عند من يقدر على الوفاء به، وما كان عليك من دين فاطرح ثم زك ما بقي أصلا وربحا. هذا ما تيسر الجواب عنه في هذه الحلقة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى قادمة، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.